الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ عشق عشق. ايه الجمال ده؟ لا بالزم بقولك انا مبسوطه قوي. ربنا يخليكي البنوده حضرتك، ربنا يخليكي. واسمك جميل قوي يا عشق. ده اسمك بجد ولا انت اللي يعني بتقولي كده؟ لا ده اسمي والله. والله ده ابوكي ده كان صاحب مزاج قوي لما يسمي بنته عشق يعني. عشق كام سنه؟ انا 27. 27 سنه مرتبطه يا عشق؟ طبعا. ليه طبعا يعني؟ ليه طبعا؟ هو يعتبر موضوع الحلقه بصراحه جاي على الجرح يعني. بس طبعا ما حسساني ان انت مثلا يعني انا قاعد بتكلم مع بروك شيلز فتقولي طبعا مرتبطه. ايوه يعني مرتبطه بحد وبحبه لدرجه يعني في درجة أعلى من الجنون هنسميها. بس طيب يلا شكلك كده هتيجي على وشك معاه وهتقعي وقعة سودة وأنا هلحق. ووقعت والحمد لله بس رجعت. طيب احكي لي بقى الحكاية. والله أنا اتعرفت عليه من 3 سنين. مرتبطنا. سنتين مرتبطين واتجوزنا سنة. أنا طبعا يعني ما كانش قايل شوية اللي هو كل شوية يعرف بنت، أنا أقول لك إن كل 3 أيام كان بيعرف بنت شكل. هو جوزك حاليا؟ طبعا اول ما يعرف البنت من دولت يعمل لي بلوك حتى ما يسيبها يرجع يفكني البلوك ويجي البيت تاني عادي خالص. كل ما عملت حاجه يعني يعمل لك بلوك على التليفون؟ على كل حاجه، على التليفون واتساب بيعمل لك. انا سامع الحلقه اصلا وهيزعل مني. استني فهميني يا عيش في عرض النبي عشان افهم. بيعمل لك يعني هو خرج النهارده الصبح عرف واحده بيعمل لك بلوك بقى، يجي مثلا يتلككني على كلمه، يتلككني على غلطه، يتلككني مثلا على اي حاجه عشان يتخانق معايا، يقوم عامل لي بلوك 3-4 ايام يزهق من البنت الجديده يقوم راجع تبع لمراته اللي هي فاتحه البيت بقى وهي الاساس. يعني ويقوم مقموص وخارج مقموص وراجع مقموص، بس عامل لك بلوك عشان ما تعرفيش بقى لا تكلميه ولا توصلي له ولا تبصي على الفيسبوك بتاعه راح فين ولا عمل ايه كده بالظبط كده. طب وبعدين يا عشق؟ والله يا اسامه انا يعني كل مره كنت بغفر له ده وبسامحه لان انا بحبه، فعشان انا بحبه فمش قادره ان انا اسيب منه او مش قادره ان انا اخد موقف او ان انا اسيبه. اني فعلا حاولت كتير ان انا ابعد عنه واسيبه بس فعلا ما قدرتش، مش قادره. طيب ما نحاول نصلح الامور بدل ما نبعد. والله يا شبه الامور اتصلحت دلوقتي بس للاسف اتصلحت بعد ما كل واحد بقى فينا في مكان. يعني ايه كل واحد بقى في مكان؟ يعني انفصلتوا؟ في مكان؟ لا احنا ما انفصلناش، هو يعتبر هو انفصلنا قبل ما يسافر بشهرين. قبل ما يسافر كده باسبوع صالحني وسافر. هو بيشتغل خارج القاهره ولا خارج مصر؟ لا هو خارج القاهره. خارج القاهره. طب بيسافر يقعد قد ايه؟ والله المرات السفريه مطوله شويه يعني، هو بقى له 3 شهور اهو، فربنا يسهل ويجي قريب ان شاء الله. يعني المفروض ان احنا مستنيين شهر تقريبا او اقل هو يجي بالسلامه وكده. بس هو انت شايفه ان الامور تمام ومفيش مشاكل وكل حاجه كويسه؟ هي الامور تمام لان هو معهوش تليفون، فانا واثقه قوي ان الامور تمام التمام يعني. وليه معهوش تليفون؟ مين قال لك ان معهوش تليفون؟ لا دي والله يا سامة انا واثقه ان هو معهوش تليفون فعلا. واثقه ان هو معهوش تليفون فعلا. طيب على الله بس يرجع بالسلامه باذن الله وياخد تليفونه. والله اتمنى، هو على فكره سمعنا دلوقتي اتمنى من كل قلبي فعلا ان السفريه دي تكون غيرته وهتغيره للاحسن ويرجع احسن مما كان عليه. وانا يعني عن نفسي انا بوعده قدامك وقدام ناس كتير قوي سامعينا ان انا عمري ما هتخلى عنه وعمري ما هسيبه لان ده عشق عمري حبيبي. فلو هو زعلان مني يا ريت ما يزعلش. زعلان منك ايه بقى؟ يعني المفروض انت مسامحاه ومظبطه الدنيا وكده. عموما اتمنى ان ربنا يهديه. ربنا يهديه وربنا يهدي البيت ويبارك البيت، وربنا ما بيباركش في البيوت اللي فيها ملعنه. البيوت اللي فيها عك. فعلشان ربنا يبارك لنا في بيتنا واولادنا ورزقنا وصحتنا ودنيتنا ويكتب لنا الخير، ما ندخلش الشيطان يلعب
في دماغنا وما تدخلش الشيطان يسكن معانا في البيت وما نولعش الدنيا. احنا نستهدى بالله كده ونوحد الله كده ونقول يا رب توكلنا عليك بارك البيت، هيبارك طول ما انا ماشي عدل وبتقي ربنا.